عدنا لحضراتكم مع مدير المستشفى، معايا استاذه دكتوره ولاء عادل اخصائي الطب النفسي، هتكلمنا عن الاثار النفسيه لموجه كوفيد 19، هتكلمنا عن الاثار المترتبه عليها سواء على المريض او على اهل المريض او حتى على الطاقم الطبي اللي بيشتغل. قبل ما نرحب بالاستاذه ولاء، عايز بس انوه لحضراتكم ان احنا في مدير المستشفى زي ما قلت لحضراتكم في بدايه البرنامج، احنا عندنا مفاجآت. المفاجآت كلها لصالحكم وليس لصالح اي حد. اولا في احد الشركات المتبرعه هتتبرع كل حلقه بسماعه طبيه لضعيف سمع، يبعت لنا بس من خلال البرنامج ومن خلال القناه رسم السمع بتاعه ومقياس ضغط الطبله بتاعه. احد الشركات الداعمه للبرنامج هتقدم هذه السماعه الطبيه مهما كان ثمنها مجانا لمريض في كل حلقه. ارجو من حضراتكم تتواصلوا معانا، تليفوناتنا موجوده على الشاشه، اتمنى الزملاء في الاخراج والاعداد يحطوا لنا التليفونات عشان اللي بيسمعنا النهارده يكون محتاج سماعه طبيه. شركاتنا بتدعم البرنامج، بتدعم حضراتكم، وهتدي سماعه طبيه مجانيه كل اسبوع ان شاء الله لاحد المرضى الفاقدين للسمع او لضعيف السمع بشكل كامل، وهنسلمها على الهواء للمواطن قدام حضراتكم. مصداقيه مننا وحب في خدمه كل ابناء وطننا الحبيب. نورت الدنيا كلها، واهلا وسهلا بيكي. يعني من زمان ما قابلناش حد في الطب النفسي، اسف، واتمنى ان شاء الله ان الساده المشاهدين يسعدوا ويستفيدوا من حضرتك النهارده. عايزك تكلميني عن الاثار النفسيه بقى للحجر الصحي والناس اللي قاعده في البيوت 14 يوم واحيانا بتستمر 28 يوم، ايه اللي بيحصل بالظبط يا استاذ؟ اتفضلي. طبعا احنا بطبعنا هتكلم على علينا احنا كشعب مصري الاول، وبعد كده نبقى نعمم بتجربه على مستوى العالم. احنا طبعا كشعب مصري شعب ودود، بيحب التقارب، تجمعات، تعبيره عن المشاعر دايما بالقبلات، تعبيره عن السلام بالاحضان، اي حاجه فيها تجمع ايا كانت ايه هي فيها تجمع. مره واحده تيجي تقول له كات خلاص مفيش تجمع، مفيش قبلات، مفيش سلام، كل حاجه فيها تباعد، مش هنشوف بعض، مش البيوت، حتى البيوت العيله اللي هي عايشين مع بعض، فكره ان هم يتلاقوا على غدا او يتلاقوا زي ما كانوا بيتقابلوا كلهم، ده مش موجود. طبعا كل ده ممكن مبدئيا كده بيؤدي الى اكتئاب. تمام. مود حزين قبل الاكتئاب، يعني مود حزين، بعد كده بننتقل بقى ايه بتدريجيا لاكتئاب، لقلق، لتوتر، لكل ما له علاقه بالعزله، حزن شديد، خوف من المجهول، حاجات كتير جدا جدا. هل ده سببه الفيروس نفسه ولا سببه ان احنا مش متعودين ان احنا نقعد في بيوتنا؟ لا، هو اول حاجه هو سببه ان الامر مجهول وجديد. تاني حاجه ان احنا بطبعنا شعب ودود وبيقبل على الحياه، فاحنا مش متعودين على ان احنا نبقى متقوقعين جوه بيوتنا وجوه كل واحد في حياته وفي حاله وفي بيته، ومفيش تجمعات، مفيش قهوه، مفيش كافيهات، مفيش شارع، مفيش كل حاجه، مفيش مره واحده كل حاجه بقى فيها انضباط وبقى فيها لا. فطبعا احنا يعني شويه بطبعنا شعب مش هقول عشوائي في تصرفاته بس سايبها لله طبعا، فمره واحده بتضبطه وبتضبط تصرفاته وبره رغباته وارادته. يعني لا، انا مش حابب ان انا ابقى لوحدي ومش حابب ان انا ابقى بعيد، لكن انت بتقول لا، ده خوفا على صحتك ومجبر انه ينفذ. طيب عايز برضو اسالك، هل الفيروس نفسه كوفيد 19 بالسترينز الغريبه بتاعته، احنا اكتشفوا دلوقتي ان هم 10 سترين، يعني مش فيروس واحد، الفيروس ده اصبح 10 استنساخات منه وبتهاجم الانسان بطرق مختلفه وباعراض احيانا بتبقى شويه مختلفه عن بعضها، فهل في اثر نفسي للكوفيد 19 نفسه كفيروس بيأثر على خلايا عصبيه معينه بتعمل نوع من انواع الدبريشن زي ما حضرتك قلت كده، الاكتئاب؟ دكتور، هو اي حاجه ولو بسيطه فسيولوجيا بتاثر على نفسيه الانسان، واي حاجه نفسيا بتاثر فسيولوجيا على الانسان، وهي علاقه وطيده جدا ما ينفعش ان احنا نتبرأ منها. فبالفعل فعلا في تاثير نفسي عليه، تاثير نفسي داخلي ليه علاقه فسيولوجيا بطبيعه المرض والفيروس، وكمان طبيعه الحاله اللي هو بيوجدنا عليها المرض وبيفرضها علينا على مستوى العالم بقى، مش المصريين او العرب او الشرق بس. اصل انا عرفت برضو ان بعض، يعني في بعض زملاء اطباء ليا كانوا تعرضوا للكوفيد 19 وتم عزلهم في مستشفيات، منهم اللي قعد 20 يوم ومنهم اللي قعد اكتر من كده، وبعضهم الحمد لله خرج بالسلامه، والبعض الاخر يعني ايه ربنا
يعني يرحمه وتوفى. انما اللي خرجوا كانوا بيقولوا لنا ان هم شاهدوا بعض الحالات بتحاول الانتحار داخل مستشفيات العزل، وهم نفسهم مش مصدقين ايه اللي بيحصل، يعني حتى ما يعرفش ايه اللي بيحصل بالنسبه لهم. حالات الانتحار من المرضى ولا من الكادر الصحي؟ يعني انا عايزه افهم، يعني هو اللي الطبيب اللي بيقول ان حالات الانتحار من المرضى ولا من الكادر الصحي المريض اللي اصاب؟ لا من يعني هو مش انتحار فعلي، هي محاولات انتحار من بعض المرضى نتيجه تاثيره بالمرض، وهل ده تاثير مباشر للفيروس ولا هل ده ناتج عن زي ما حضرتك قلت كده عن العزله اللي هو موجود فيها. هي طبعا حالات مش كتيره هو كل واحد فينا ليه بنيان نفسي. طيب استسمحك بس ناخد استاذ عبد الرحمن معانا اتصال. ام عبد الرحمن، يا ست ام عبد الرحمن. الو الو. طيب يعني تابع الاتصال معانا يا ام عبد الرحمن، مكالمتك تهمنا وصوتك يهمنا، نتمنى نعرف المشكله. كنا بنتكلم في هذه الحالات الاكتئاب تصل يا استاذه الى الانتحار؟ بس هو هنقول ده بيتوقف على البنيان النفسي للشخص. ايوه، مش كلنا هيبقى عندنا نفس رد الفعل على الامر او على المرض او على الازمه اللي احنا فيها. يعني كل واحد فينا حسب بنيانه النفسي وحسب استعداده الوراثي وحسب التكوين النفسي والهيستوري بتاع حالته قبل كده ايه، هل هو فعلا مريض قلق، مريض اكتئاب، ايا كانت وسواس قهر، ايا كانت حالته هي ايه قبل كده، وتكوينه النفسي وبنيانه وقدرته على تحمل الصدمات او الازمات اللي احنا بنقابلها زي كورونا. طيب استسمحك ناخد الاستاذ طه على الهاتف. يا استاذ طه. السلام عليكم. يا اهلا وسهلا استاذ طه بيه، منور الدنيا. ازيك يا باشا؟ الله يخليك. ازيك يا دكتور؟ امورنا يا سيدي، اهلا وسهلا. بقول لحضرتك يا دكتور والنبي، معايا واحده جريبتي محتاجه سماعه وهي ظروفها تعبانه جوه. عينينا الاثنين يا استاذ، قريبتك واضح من اللغه بتاعتك ان انت صعيدي زي حالاتي، بتقول واحده جريبتي. طالما قلت جريبتي تبقى صعيدي زي حالاتي. انا من اسيوط. يا اهلا وسهلا، انا من جنة. عايز أحسن بس حضرتك تبعت لنا على الواتس اللي هو موجود على الشاشه رسم السمع ومقياس ضغط الطبله بتاعها، وان شاء الله نرد على حضرتك ونشوف اليوم اللي تيجي فيه عندنا تشرفنا على راسنا من فوق تستلم السماعه بتاعتها مجانا بدون ولا مليم. نورتنا يا عم طه، تحت امرك. تحت الله يخليك، ربنا يديك الصحه يا دكتور. متشكرين يا دكتور. تحت امرك يا فندم، تحت امرك. فكنا بنتكلم في قصه الكآبه اللي بتحدث وتؤدي الانتحار. خلينا ننقل لموضوع اخر وهو الطاقم الطبي، سواء الطاقم الطبي ده اطباء او تمريض او عمال داخل المنشاه الطبيه، هل دول يحتاجوا تاهيل نفسي بعد فتره؟ هم بيحتاجوا تاهيل نفسي من اول المفروض الازمه. وطبعا احنا بما ان كانت الازمه داخله وكنا كلنا متلخبطين وما كانش عندنا استعدادات المفروض نقوم بيها باللازم، لكن لازم يكون في ستاف نفسي مع الفريق الطبي. لازم للدعم النفسي للاطباء والتمريض والصفوف الاولى والمرضى كمان وذويهم، ضروري جدا جدا، والمفروض ان احنا الفتره الجايه يبقى ده شيء اساسي من ضمن التيم. طب احنا عندنا مشكله ان احنا الاطقم الطبيه اللي عندنا فيها قصور، وحضرتك تعلمي تماما ان احنا عندنا عجز في عدد الاطباء سواء داخل وزاره الصحه او حتى في المستشفيات الجامعيه، يعني عندنا عجز حقيقي. والدليل على كده ان معالي الوزيره ألغت أجازات التفرغ للدكتوراه والماجستير، وفي نفس الوقت سمحت لمن تعدى سن الستين إن هو يكمل شغله بقرار رئيس مجلس الوزراء لمدة سنتين. واضح إن احنا عندنا عجز وإحنا معترفين بكده. إزاي نقدر في ظل هذا العجز نقدر نأهل أطقم طبية نطلعهم خارج المهنة بتاعتهم لفترة ونعيد تأهيلهم ونرجعهم تاني؟ ولا ده ممكن يتم داخل المنشاه؟ يا فندم احنا عندنا اخصائيين نفسيين وعدد مهول مش عدد قليل، واخصائيين اجتماعيين، وهم اللي بيقوموا بعمليه الدعم تحت اشراف طبي. يعني هو احنا مش محتاجين طبيب، لا احنا عندنا اللي بيقوم بالدعم النفسي والجلسات النفسيه. لا انا مش قصدي على كده. لا انا قصدي الطبيب اللي هو بيشتغل جوه مستشفى العزل، هاخده اطلعه اعمل له دعم نفسي ولا اجيبه جوه بقى؟ لا هدخل كل من كل المختص او الاختصاص النفسي الحاصل على دبلوم عام كلينيكي اللي هو عيادي، وداخل يدخل جوه المستشفى المفروض ان ده تخصصه ويقوم بدوره، تاهيل نفسي للاطباء، تاهيل نفسي للتمريض، تاهيل نفسي للكادر كله، لان هو برده حتى الاداريين جوه المستشفى معرضين للازمه النفسيه. طيب اخد ام عبد الرحمن من المنيا. يا ام عبد الرحمن. الو. اهلا وسهلا يا ستي، اهلا وسهلا.
لو سمحت بس عايزة أحكي مشكلتي، اتفضلي. عشان يادينها فترة معايا وتعباني نفسيا جدا. اموري. بس أنا متجوزة وأنا عندي 17 سنة، تمام. تمام؟ بقالي 3 سنين متجوزة، حاليا ما عندي 20. أنا في وسط قاعدة في بيت عيلة، بس شغالة لوحدي، قاعدة مع سلفي الكبير. تمام. هم هي سلايف الاثنين اخوات، متجوزين اثنين اخوات، كويس. واختهم الثالثه كان بيحبها جوزي ومن 13 سنه وكده. تمام. الخط اتقطع مع ام عبد الرحمن، ما كملناش الحكايه، كانت حكايه شيقه يعني. اتفضلي يا فندم. فطبعا احنا بنستعين بالمختصين لان هو ده تخصصهم، المختصين النفسيين جوه العيادات وجوه المستشفيات لاعانه والدعم النفسي والمسانده النفسيه للاطباء والكادر الطبي والكادر الصحي والاداري والمرضى وذويهم. تمام. هل يا فندم الاجراءات واحده؟ يعني الطبيب زي المريض زي مثلا الاداريين اللي بيشتغلوا جوه المستشفى، يعني هل نفس الاجراءات الداعمه نفسيا لده زي ده، ولا هل كل واحد ليه برنامج مختص بيه؟ بص، احنا كلنا بشر تمام. باختلاف تخصصاتنا وقدراتنا العقليه او قدراتنا تمام. او مستوانا العلمي، لكن تمام. في الاول وفي الاخر كل شخص ليه حاله فريده، هيستوري بتاعه، بنيانه النفسي تاني، تقبله للمسانده، تمام. تاريخ الحاله بتاعته، قدرته على تحمل المواقف والازمات ايا كان هو ايه، هو في تمام. الاخر وفي الاول هو انسان. طب ناخد ام عبد الرحمن تاني اللي جات لنا من المنيا. اتفضلي يا فندم كملي حديثك. معلش انا موري. اسف. لا موري. المهم انا قاعده في البيت ده مكيالين شويه، انا قاعده مع سلفتي اللي اختها، كان عايزه اخدها جوزي اصل تمام يمين، تمام كل شويه يجيبوا سيرتها قدامي، كل شويه ان هي متجوزه قصادي برضو واخده ابن عمها وابن عم جوزي، كل شويه يجيبوا سيرتها، هي شاطره، هي بتدبر في البيت، هي كذا وهي كذا، ومع ان انا يعني مترفهه، كنت عشتي مترفهه يعني، جيت هنا في وسط عيال فعشت عيشتهم وتأقلمت معاهم، عمري لا اتكبرت عليهم ولا شفت نفسي عليهم، تمام هما بقى مش سايبيني ان انا اعيش، تمام تمام؟ ان هي برضو اكبر مني ومسيطره، يعني الكل عاملها الف حساب ان هي بنت عمهم، واتنين في بيت انا اللي غريبه في النص، ان انا جايه من بلد تاني، تمام فمش عايزين ان انا اعيش وسطيهم، تمام لدرجه ان انا بغير من اختها دي، يعني مش حكايه غير، انا واثقه بجوزي وعارفاه وكل حاجه، بس بحب اراقبها، يعني فهمت ازاي؟ تمام يعني ممكن عايز اعرف تفاصيل حياتها كلها، تمام طب فجيت امسك، معلش يعني امسك راسي كده في الحيطه وبخبطها واقول نفسي ابطل تفكير فيها شويه، عايزه اعيش حياتي زي اي بنت، سن صغير لسه 20 سنه، وايوه بيني وبين جوزي 14 سنه، يعني مسافه كبيره، بس انا عايزه اكمل حياتي معاه وهو عايز يكمل حياتي معاه، خلاص يعني عايزه اطلعها من دماغي ان هي كانت بتحبها او هو كان بيحبها، مش عارفه، يعني انت بتغيري وعايزه منه، اعيش، بتغيري منها يعني ولا ايه؟ مش عارفه غيرها بقى، مثلا ايه، لا براقبها مثلا دايما، لا بحب ابص عليها، لا عايزه اتكلم معاها، دي هو اللي تعبني، طيب وكمان مش عارفه اتعامل مع اهل بيتي هنا. طيب ماشي. الاستاذه ولاء عادل هترد على حضرتك، اخصائي الطب النفسي. تمام. خليكي معانا ما تروحيش بعيد، اسمعينا. هذا البرنامج بيقدم خدمات كل اربع من الساعه 4 لغايه الساعه 5 العصر، اتمنى حضرتك تتابعينا، ودايما هتلاقي كل استفادة ان شاء الله بنقدمها ونصايح، بخلاف طبعا اي استشارات او حتى عمليات جراحية احيانا بتقدم من خلال ضيوفنا بالمجان تحت امريكا. اتفضلي يا فندم. طبعا هي الازمة العظمى والكبرى في الريف المصري وصعيد مصر هي الجواز في بيوت عيلة، بيوت عيلة طبعا، وزواج المبكر. وزواج بتقول لك انا المبكر اتجوزت 17 سنة، بس برضو الجواز في بيت عيلة هو، لان هي الازمة هنا مش الجواز المبكر، هي الازمة هنا هو الاختلاط بالسلايف والازواج والكلام ده كله، والحالات بقى الغيرة والحقد والسيطرة والولاد والمشاكل، فكل ده طبعا نتائج الزواج في بيوت العيلة، ودي عادات وتقاليد مصرية مش هنقدر نغيرها، لكن نقدر نغير نفسنا ونشتغل على نفسنا. اول حاجة علاقتك بجوزك، وهي يعني انا ملاحظة ان هي شوية النظرة الذاتية نفسها أقل شوية، فده مخليها بتبص من كتر الانتقاد اللي بيسلط عليها طول الوقت، هي عليها انتقاد وعليها لوم طول الوقت، هز ثقتها في نفسها، هز ثقتها، مخليها طول الوقت بتدور على الست التانية هي بتعمل ايه، بتلبس ازاي، بتتكلم ازاي، فعايزة تبقى زيها. طبعا انا نصيحتي ليها ان هي تركز مع نفسها، تركز مع جوزها، تركز مع بيتها، تقلل الاختلاط قدر ما، وتتكلم مع جوزها عشان هي نفسيا تواجهه بكل مخاوفها، ايه اللي مضايقها وايه اللي موصلها للحاله دي، هو اسلم طريق الحوار. تاخد علاج؟ في ميديكيشن؟ في دواء؟
طبعا هي لو عرضت، لو الامر شايفه ان هو بيزيد ومؤثر على حياتها ومعطل حياتها، والنوبات اللي بتجيلها ان هي بتخبط دماغها في الحيطه من كتر الاوفر ثينك او من كتر التفكير الزياده، اذى جسدي ونفسي عنيف. طبعا يعني لو هي ما قدرتش تشتغل على نفسها لازم طبعا تتوجه لطبيب نفسيه عصبيه وتواجهه بالمشكله وتشوف طبعا استراتيجيات علاجه هتبقى ايه. طيب انا عايز بقى اخرج من الموضوع ده اللي هو المرضى والاطباء ودول خلاص اتفقنا ان هو لابد من التاهيل النفسي ليهم، الى من فقدوا وظائفهم بسبب الكوفيد 19، ودول كتير. يعني خلينا برضو احنا نبقى صراحه مع بعض، الناس اللي بتشتغل في مجال السياحه، الناس اللي بتشتغل في الفنادق، الناس اللي هي شغاله في خدمات السياحه، كتير منهم اتاثر قوي بهذه الجائحه. دول بيحصل عندهم نوع من انواع الاكتئاب اللي بيوصل احيانا الى الادمان، وده طبعا خطر كبير جدا. عايزين برضو حضرتك تنوه لنا ايه الاجراءات اللي ممكن يعملها الشخص اللي فقد وظيفته او فقد جزء من ايراداته بسبب كوفيد 19. طبعا احنا مش ننكر ان كوفيد 19 اثر على الظروف الاقتصاديه واثر على الظروف الاجتماعيه العاطفيه العلاقات الخاصه، اثر بشكل عام على كل حاجه. هنرجع تاني نقول ان كل شخص حسب الخساره اللي جت عليه من نتاج كوفيد 19. الاشخاص اللي خسروا فلوسهم او خسروا مشاريعهم او المستوى الاقتصادي بتاعهم بدا يتهز، طبعا دولت هم عرضه لمحاولات الانتحار، عرضه للادمان، عرضه للاكتئاب والقلق وكل ما له علاقه او نتائج الازمه. طبعا دولت لازم ولابد ان هما يتعرضوا طبعا على اخصائيين نفسيين عشان يقدموا، اخصائيين اجتماعيين عشان يقدموا لهم الدعم ويساعدوهم في التفكير في حلول بديله. دول يا فندم فقدوا وظائفهم معهمش فلوس، ده بعضهم كان بيشتغل يوم بيوم سواء الاتوبيس السياحي ولا في الاوبر ولا في التاكسي اللي كان بيشتغل يوم بيوم، والكوفيد اثر جدا على نشاط الناس، ده ما عندوش حتى امكانيه ان هو يروح يصرف على بيته. انت عايزاه يتعالج؟ لا، احنا عندنا كمتخصصين عاملين مساندات، كلنا كمتخصصين نفسيين مساندات نفسيه على السوشيال ميديا بشكل عام، سواء لمرضى الكورونا، للستاف، للمحتاجين دعم نفسي اونلاين. اونلاين، وده متوفر جدا، جروبات كتير جدا على الفيسبوك وده فور فري. طبعا مجانا. فور فري يعني جميل. ناس كتير من المختصين الزملاء انا عارفاهم مقدمين الدعم على السوشيال ميديا وعلى الفيسبوك لكل المتضررين من كورونا سواء على المستوى الاجتماعي او المادي او الاقتصادي او المرضى، لان ما ننساش ان المرضى برضو عندهم ازمات وزويهم النبذ. احنا ناسين ان الكورونا دلوقتي بقى وصمه عار، احنا في ناس كتير بتخاف. لا دلوقتي خلاص، لا بقى في ناس كتير دلوقتي بقى ناس كتير عندها كورونا. لا انت ممكن يبقى عندك حد مريض في بيتك ومش لاقي حد بس يفكر ان هو ينقله او يساعده او ياخد ولاده او يدخل بيته عشان خاطر ان هو خايف من العدوى. يلا نفسي، احنا بشر. هو طبعا يعني عايز اقول لحضرتك ان برضو القصه دي كانت في بدايتها، وطبعا احنا شفنا في السوشيال ميديا الناس معترضه على دفن بعض المتوفين بالكورونا، وناس طبعا اللي بيحط الاكل لوالدته بره البيت ويجري، يعني شفنا كده. بس اعتقد دلوقتي احنا خلاص بقى في وعي عند الشعب المصري، واصبح تعامله مع هذه الجائحه اكثر تطورا واكثر رقيا، والناس بتساعد بعض الحقيقه اكثر مرونه. لكن مش بشكل فعلا يعني مش العادي بتاعنا، مش احنا لا برضو احنا لسه بنخاف ولسه بنتوتر، ولسه لو عندنا شخص مصاب لسه مخلص وحتى لو عامل مسحه او اتنين بنبقى متوغسين وقلقانين منه وقلقانين ان هو ينقل لنا الفيروس. طيب انا بس عايز اخرج من ده لحاجه برضو الى حد ما مهمه بالنسبه لنا. الطبيب او الجراح او اللي بيعمل في مهنه الى حد ما تحتاج منه تركيز، سواء مثلا قطر، سواء طياره، طيار، يعني المهن اللي هي الى حد ما بتحتاج الى قدره على التركيز اكتر من المهن العاديه، هل يقدر يرجع شغله ويمارسه بنفس الدقه بعد كوفيد 19 نفسيا وليس بدنيا؟ يقدر يرجع شغله، بدليل ان كلنا تعافينا ورجعنا شغلنا بعد الفتره. خدتي كورونا؟ لا لسه ما خدتهاش. طب كلنا والله اعلم، ممكن اكون خدتها مش عارفه يعني. فناس كتير جدا بدات ان هي تعود لعملها وتمارس عملها بشكل نورمال وبشكل طبيعي، الا الناس اللي بنيانها النفسي ضعيف
وعندهم ازمات اوريدي، وبالفعل عندهم ازمات مش قادرين يتعافوا، مش قادر يرجع تاني، مش قادر يرجع بطبيعة. خايف طبعا خايف، لان هو في ناس بقى بدا دخلوا شويه في الفكره القلقه اللي بتودينا للوسواس. مش هنوصل للوسواس، بس الفكره القلقه اللي هو اغسل ايدي كتير، اعمل انا خايف المس اعمل. والله يا ريت يا ريت يا فندم يبقى على قد غسل الايد. انا في ناس بتخش عندي العياده جايبه جيركن كحول وتقعد ترش على كل الكراسي وعلى يعني في ناس طبعا عندها الوسواس عالي قوي. انا بس عايز افكر الساده المشاهدين بان احنا عندنا في مدير المستشفى فرصه كويسه قوي، اللي محتاج سماعه طبيه معينه سمع يا ريت يتواصل معانا في البرنامج دي، هتقدم مجانا هنا داخل الاستديو للمواطنين اللي محتاجين. كل حلقه هنقدم سماعه طبيه، رجاء فقط ارسلوا لنا رسم السمع وتخطيط السمع ومقياس ضغط الطبله على العنوان المدون او على التليفون اللي على الشاشه، اوله 0000 على الواتس ابعته لنا، وهنحدد لحضراتكم على طول الميعاد، والشركه الراعيه للبرنامج هتقدم هذه الهديه مجانا لضعيف السمع اللي محتاجها، سواء كان طفل سواء كان سيده سواء من بلادنا في صعيد مصر، كل الفئات اهلا وسهلا. هذا البرنامج برنامج خدمي يقدم خدماته للمواطنين. عايز بس قبل ما نختم برنامجنا الجميل والشيق تقولي لي يعني نصيحتك ايه لمرضى الكورونا اللي النهارده اكتشف بالمسحه او بالسي تي لما عمل على صدره انت عندك كورونا او انت عندك كورونا، ايه اللي يعمله نفسيا عشان يعدي الازمه؟ اول حاجه لازم نتقبل طبيعه المرض خلاص، ونفهم ان الكادر الطبي اللي موجود اخذ خبره سابقه من المرحله الاولى، وان التعامل هيبقى اكثر قوه واكثر خبره واكثر ممارسه من الاول، فلازم الخوف يقل. لازم نبقى عارفين ان في نسب التعافي زياده جدا، ونسب التعافي هايله ومش قليله، فالتوتر والقلق بيزود ضربات القلب وبيزود ضغط الدم وبيلخبط كتير جدا، فنتوجس الهدوء، لازم يبقى عندنا شويه من الهدوء، تقبل الامر، ونبص للناس اللي ربنا عافاها وخفت ومارست حياتها والحياه بقت زي الفل طبيعي جدا. هم بيبقوا عندهم شويه بس احساس بالذنب او خوف ان هم ينقلوا المرض لذويهم او اولادهم او ازواجهم، هناخد بس من الاحترازات الوقائيه وهنعمل اللي علينا، وقل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، خلاص احنا بنعمل اللي علينا والباقي على ربنا. بس نلتزم طبعا بالعلاج، ونلتزم ان احنا ما نختلطش وما ننقلش الخوف والتوتر لذويهم. فاكره اول ما قالوا الكورونا والبروتوكول العلاجي الناس كلها نزلت خدت ادويه الفيتامين سي وادويه المضادات الحيويه والزنك والحاجات دي، هل تعتقدي ان هيبقى في تهافت برضو على اللقاح اللي جه مصر خلال الايام الماضيه وهيتم توزيعه مجانا؟ لا ما اعتقدش هيبقى في تهافت يعني. الناس بص انا بسالك، انا ماليش راي، انا كمان انا بقول رايي يعني انا ما بفرضش رايي، بس انا بقول ما اعتقدش ليه، لان احنا لسه ما فيش معلومات واضحه وصريحه، ما فيش توعيه اعلاميه، ما فيش تطمين، هو جيل التطعيم او جيل يلا المصل يلا تمام هينزل مجاني. طب ما هو احنا لازم نوعي الناس، نفهمهم مين الفئه المستهدفه، ايه مين الفئه المستبعده، ايه الاضرار اللي ممكن تصيبنا، عشان يعني الصراحه والوضوح بيرسل رساله طمانينه للناس. لا طبعا في ناس كتير متخوفه ومش فاهمه وسايبين الوقت للاشاعات، يعني سايبين الاشاعات وكل اللي بيتصدر لينا هو اللي بيتحكم فينا وفي قراراتنا. بس هي وزاره الصحه يعني في صوره معالي وزيره الصحه طمنت الناس، هذا العقار هذا اللقاح جاي من الصين في سلسله تبريد تحت ناقص 70، وقالت الفئات المستهدفه الاطباء اللي هم في مستشفيات العزل ومستشفيات الحميات والصدر، كبار السن، الناس اللي عندها امراض مزمنه، وان ده بيتوزع مجانا. فانا الحقيقه يعني انا مش مشاركك في هذا الراي بالرغم ان انا شاركتك الحلقه كلها وسعيد جدا معاك، انما انا لا اشاركك ابدا ان احنا يعني نتخوف من هذا المصل. هذا المصل اللقاح، هذا اللقاح اعتقد ان هو طوق نجاه بالنسبه لنا، وكل من له فرصه ان هو ياخد هذا اللقاح لا يتوانى ابدا، لان اللي احنا شفناه من الكوفيد 19 خلال العام الماضي وما فقدناهم من زملاء اعزاء واقارب واهل يخلينا نتعلق باي امل في هذا اللقاح ان شاء الله. هو انا ردي انا بقول ان حضرتك بتسالني هم شايفه ان هم هيتهافتوا، انا بقول لك انا شايفه لا، ده رايي ان هم مش هيتهافتوا، بس مش رايي في اللقاح. الحاجه الثانيه حضرتك بتقولي ان وزاره الصحه اتكلمت ووضحت، مش كل الناس
هتقدر تستقبل لغة وزيرة الصحة؟ احنا عندنا عامة الناس وعندنا كبار السن وعندنا مستويات اقتصادية كبيرة اللي بيوصل لها الإعلام مش وزيرة الصحة، فاحنا لينا في هدف إعلامي المفروض يوصل لكل طبقات المجتمع، هي رسالة تطمين وتوضيح عشان نقدر نقرر بعدها هل المجتمع المصري هيتهافت على المصل ولا لا. عموما احنا من هنا من برنامج مدير المستشفى يعني وخبرتنا المتواضعة بنطمن الناس للقاح، بنقول لهم ان شاء الله اللقاح جيد ويقينا من شر هذا الكوفيد 19. انا شرفت بيكي وسعدت بهذا اللقاء، اتمنى ان شاء الله تجيلي تاني في مدير المستشفى وتكلمينا عن الطب النفسي والدعم النفسي للمواطنين، ونتكلم في مواضيع اخرى بخلاف الكوفيد 19. اعزائي المشاهدين الوقت جري والحلقه خلصت، بفكركم برضو ان احنا بنقدم سماعه كل اسبوع لمواطن يحتاجها ضعيف السمع مجانا من شركه بتدعمنا وبتدعم البرنامج وبتدعم اللي محتاج. اتمنى ان شاء الله اشوفكم على خير الاربع اللي جاي ان شاء الله من الساعه 4 لغايه الساعه 5، القاكم على خير باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.